شخصين، شخص حط ايده على راسه هون مبين جزء منه يعني، الشخص الثاني هالي مبين ظهره. عملت له اني مثل مفترق عند الراس، في راس اللي هو رايح لعند كتف الشخص الثاني، والعمود الفقري كمان عند المفترق لعند الراس الثاني، وكانه احتمال لراسين يعني، الراس الثاني هو كتف الشخص اللي بخلفيه في العمل، وكانه هذا مبهم يعني في له احتمالين. واستخدمت هالشق اللي طالع بالصخره من فوق لتحت كفصل بين هالشخصين هو، يمكن هاني عبر لي دغري عن الحدود او الشريط يعني. هل يعني الموضوع الرئيسي هو فينا نقول التمزق العائلي اللي وضعنا بالجولين، كيف واحد اهله بسوريا وهو هون، وهالتمزق واحد بده يعبر حد معين لحتى يوصل للشخص الثاني. الحاله الانسانيه هي يعني هي اللي عبر حاولت اعبر عنه. في عند الشخص هذا اللي مبين ظهره وكانه هيك كتل متدحرجه هيك عم تكبر لحتى صارت فوق الشخص الثاني، يعني لعبر عن حاله الوجع الانسانيه هذه، انه وكانه عم اججها يعني عم زيدها لحتى تعبر او شيء. في حاله عناق مثلا بدون ما يكونوا فعلا بشكل مباشر عابطين بعضهم، بس في تعبير عن عناق معين، عن في حنان مثلا، في الوجع تبعنا بالذات يعني، كيف نحن حالتنا الانسانيه هون مثلا، اهل مش قادرين يشوفوا اهلهم بالجنب الثاني، ها هو الموضوع الرئيسي تبع التمثيل. الاشخاص اللي عملتهم يعني مش لابسين اواعي، الاجزاء اللي مبينه من اجسامهم هي عاريه. العري بذكر بالإنسان يعني الشكل اللحم، أنا بدي أعبر عن الإنسان يعني، انطلقت من معاياتي الشخصية مثلا، من معاياتنا كمجتمع هون اللي بقول بجولان، بس بديش وقف أنه عند النقطة هي يعني، أنه أنا بالنهاية بعبر عن وجع إنساني اللي ممكن يطبق على عند أي ناس يعني موجوعين بشي مشابه لهالشي يعني، وجع إنساني عام. فرحان كثير كثير يعني انه المجتمع او شريحة الناس اللي بدها تشوف العمل، انه هي اللي انا حسيت انه عم عبر عنها يعني، انه مجتمع الجولان انه عم عبر عن مأساة جولانية مثلا، والجمهور اللي بده يشوف العمل هو جولاني يعني. انا كثير كثير مبسوط، وكأنه حققت حلم انه الناس تشوف تعبير بمسة يعني. هذا يعني انا كثير سعيد يعني بهالشيء. باسمي وباسم مركز فتح مدرس اشكر اهالي مسعدي على التكريم، وبشكر بشكل خاص كمان شباب اللي اشتغلوا، شباب منتدى الثقافي بمسعدي تعبوا واشتغلوا وحضروا تحضيرات لينحط العمل كما يجب، وكل الشكر لهم على التكريم والحفاوي، ويعطون الف عافية. نحن بنفتخر ونعتز بشباب يحملوا هالاماني من الوطن الام، ويتابعوا مصيرة أجدادنا وأحفادنا صلاح الدين وخالد وطارق وسلطان وحافظ الأسد ومن يتبعهم له الشكر سلام. لذلك حضرات أهلنا وإخواننا في المنطقة الحمد لله غنيين، نحن نعتبر غنيين بهالشباب اللي قاموا بهالواجب المقدس. تدشين أول عمل اللي لازم يكون ملفت للانتباه، أنه أول عمل يدشن بهذه القرية بقرية مسعدي ب 2009 وعمل مركز فتح المدرس للفنان أيمن الحلبي. نحن جدا نفتخر ونعطي تاريخ يسجل هذا الحدث عندنا بمسعدي. أولا نشكر فتح المدرس، مركز فتح المدرس على الهدية القيمة، نشكر الفنان أيمن الحلبي. في لنا شكر لفتح المدرس على شغلتين، أولا على هذا العمل الفني العظيم واللوحة الفنية الجميلة، والشكر لنا كمان له على الفكرة.
يعني كون الفنان أيمن الحلبي صحيح هو ابن مجد الشمس، ولكن أعماله توزع في جميع قرى جولان، وهذا بدل على تواصلنا وعلى تأخينا كلتنا مع بعض. بما نحن باسم المنتدى الثقافي بنشكركم جميعا باسم أهل مسعدي، ولكن أنا بطلب من الأخ أبو مهند بما أنه هذه الهدية هي هدية لمسعدي من فاتح المدرس، مركز فاتح المدرس لمسعدي، نطلب من الأخ أبو مهند أنه يحكي باسم مسعدي. تفضل الأخ. بداية في بدء شكرنا وتقديرنا لمركز فاتح المدرس على الهدية القيمة، وطبعا مش كبيرة على مركز اللي بيتخذ أنه كل جولان بلده، وطبعا ما اقتصرش الأمر تكون المنتجات الفنية اللي قاموا فيها شبابنا اللي معتز فيهم تكون محصورة على المجدل، فقاموا بتوزيعها على المنطقة، وهذه مقطرة بشكروا عليها. وشكرنا كل الشكر للفنان الحبيب أيمن الحلبي ابن هالمنطقة من جولان، جولان الصامت اللي دائما اسمه يقرن بالصمود، على هالعمل الفني اللي رح يبقى خالد يخلد عمل الفنان، مثل ما كل الأعمال الفنية اللي بقت ونحن نعتز فيها بتخلد أسماء منتجيها، هذا العمل مبعث للاعتزاز والفخر. شخصية هون بجولان يعني طرقت من ذاتي مثلا، بس معاناتي مشتركة مع كل أبنات النموذج من معاناة جولان، نموذج عام يعني. هون أعبر عن حالة إنسانية، في شخصين في حالة عناق، خلينا نقول الفكرة الأساسية للعمل هي هالشريط اللي حدنا وأهلنا ورا الشريط ونحن هون، في حالة عبور من جهة لجهة، الصخرة نفسها فيها هالشق هذا الاحتراء اللي بالنص، حافظت عليه لنهاية العمل كتعبير عن فصل بين هالشخصين. إذا تبغى شخص أنا كتفه كسرته فصلا إنه في شيء مكسور، حتى هون العمود الفقري طالع لحتى راسه المد لحتى يوصل لهون. الشخص الثاني الراس الثاني تبعه في احتمالين بالراسين، الراس الثاني هو كتف لشخص موجود ورا هون، في بس كانه حاله عناق بس بنفس الوقت في فصل يعني. هاي الكتله اللي طالعه هيك مش معروف شو هي لفوق، حاله تعبيريه يعني عن هالراس اللي مد هيك عم يكبر ويدحرج لوصل لحاله، يعني عبر عن وجع معين. هي الخطوط الملتويه هي كلها بالفن تشكيل الخط الملتوي بيعبر اكثر شيء ممكن يوحي بخط بيعبر عن وجع او الم معين. الجهه الثانيه في كمان وجه فوق، وجه لمرأة اللي عيونها كثير ركبت على حاله العيون وكانه مفجوعه او في حاله الم معينه، اللي في شب بالبيضه كثير كانت اللي هي عم عاقته كمان. الشاب هو نفسه قلنا انه راس الشخص هذا هو كتف الشاب هذاك اللي على الجنب الثاني، في حاله عامه من عناق. وبحب نوه انه مش تنويه، هو شكر عميق لكل اهالي مسعدي على التكريم والحفاوي اللي قابلتونا فيها، وباسم مركز فتح مدرس نشكر كل اهالي مسعدي وكل الشباب اللي اشتغلوا، شباب المنتدى الثقافي اللي حضروا للعمل ونقلوه، يعطونا الف عافيه والشكر للجميع.